اهم اللي كان موجود في المحاضره الاولى كان 4 عناصر. اتكلمنا عن اول حاجه هي مجالات استخدام الكي بي اي، وقلنا ان الكي بي اي موجوده في كل مجالات الحياه، ودي ما يستغناش عنها لا فرد ولا اداره ولا مؤسسه. اتكلمنا عن تعريف مؤشر الاداء الرئيسي، ويمكن ابسط تعريف هو قياس مدى تحقيق الاهداف. انت عندك هدف معين، فانت ازاي، هل انت وصلت لتحقيق الهدف ده ولا ما حققتوش، ومدى تحقيقك للهدف بالنسبه المئويه. وقلنا ان لينا ثلاث صور للكي بي اي او لمؤشر الاداء الرئيسي، اما يكون نسبه مئويه، واما يكون عدد، واما يكون فلوس او نقود. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن السمارت اوبجكتيفز، دي نقطه مهمه قوي، لان كتير مننا يعني بعض الناس بتبقى غير موضوعيين في تقييماتهم، فيتكلم كلام عام سبجكتيف، انما الاهداف بتاعتك عشان تعرف تقيسها لازم تكون اوبجكتيف، يعني اهداف موضوعيه. قلنا ان هي في خمس كلمات او 5 حروف. الـ5 حروف دي كل واحد تبدا بكلمه. اس يعني سبيسيفيك، ميجرابل، اتشيفابل، رياليستيك، تايم بيست. دي لازم الاهداف بتاعتك عشان اقيس مؤشرات الاداء. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل. فكنا بنتكلم ان من ضمن الاجزاء اللي هي السمارت او السبيسيفيك، الميجرابل، اتشيفابل، رياليستيك، تايم بيست. اتكلمنا عن ايه هي الامبورتنس او الاهميات للكي بي اي بصفه عامه، وقلنا عندنا يعني في 6 حاجات بنكتسبهم او فاليو ادد باي كي بي اي. اول حاجه هي كلاريتي، ان احنا بيتضح قدامنا الصوره، بنركز فين المشكله، بنقدر نحسن من خلال الكي بي ايز. رقم 4 بيحصل انجيجمنت والمشاركه لاعضاء الفريق وللتيم وللمؤسسه، كمان بنعمل كوميونيكيشن يمثل الرقم بالنسبه لنا وسيله اتصال هامه جدا. اخر حاجه بنتعلم من الكي بي ايز فين المشكله او ازاي نحسن مشاكلنا كلنا، يعني نخرج من مشاكلنا كلها. بعد كده اتكلمنا عن مشكلات قياس الاداء وذكرنا مجموعه من انواع المشكلات. نبدا بقى في محاضره النهارده. طيب نبدا محاضره النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضره النهارده اتكلمنا عن 3 نقط مهمه. هنتكلم فيها عن مفاهيم قياس الاداء. هنتكلم عن الفرق بين مؤشرات الاداء والمقاييس الكي بي اي والميتريكس. هنتكلم عن التحديات اللي بتواجه اي بيئه واي شركه. انت النهارده فتحت الشركه وبتقول انا عايز يا جماعه اعمل بيرفورمانس ميجرمنت وعايز اقيس الاداء بتاعي، هتجد ان في مجموعه تحديات. ايه اصعب حاجه هتواجهك؟ وبعدين ايه تاني حاجه هتواجهك؟ بعد ايه تالت حاجه؟ هيبقوا 6 حاجات كده ظهرت من خلال احصائيه كانت في سنه 2004 وعملوا قام بيها الكي بي اي. كان هنعرفه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا المحاضره دي. هبدا عن مفاهيم قياس الاداء. تحكي بقى القصه من الاول. الموضوع اي شركه واي منظمه ليها حاجه كده يا جماعه بنسميها الفيجن. يعني ايه فيجن؟ يعني رؤية. طيب يا جماعة الرؤية دي يعني أنا هشوف إيه قدام. طيب نخلينا واحدة واحدة عشان هنشرح جزء جزء. طب الرؤية دي يعني أنا تعال ناخد على مثال بسيط شوية. أنت عايز تبقى إداري ناجح، الرؤية تتقدم، هعمل بقى الميشن، الرساله بتاعتك هتعمل فيها ايه؟ اه والله انا هاخد كورسات في الاداره، وكل كورس هاخده هطبق. يبقى اولا هناخد كورسات، ده الميشن بتاعتنا، وبعد كده هطبق الكورسات. تبدا تقول الانشطه اللي عايز تحقق بيها الرؤيه دي. تيجي بعد كده تحط اهداف عامه اللي هي بنسميها الجولز. الاهداف العامه دي مش ذكيه زي الاوبجكتيف. يعني انا عايز اترقى، عايز اخد منصب افضل، عايز فلوس تبقى اكتر كده، يعني مش قادر احدد. طيب فلوس تبقى اكتر دي بقى تعالى بقى نطلع لها اوبجيكتيفز بقى. فتبدا تاخد ايه؟ الاوبجيكتيفز. تيجي بقى على مؤشر الاداء الرئيسي بتاعك اللي هو مرتبك، حوافزك بتزيد قد ايه؟ دي اسمها الكي بي ايز. طب فوجئت ان انت كنت حاطط اهداف
اللي هي الاوبجكتيفز دي، وكان عندك كي بي ايز ما زادش مرتبك زي ما انت عايز، فتبدا تعمل حاجه اسمها المبادره. يعني ايه المبادره؟ تبدا تعمل اجراء اصلاحي علشان تشوف ايه المشكله اللي حصلت لي وما عرفتش احقق اهدافي اللي انا كنت راسم لها 5 سنين اللي فاتت. فطول ما انت ماشي عندك اهداف، السنه الاولى هزيد 2000 ريال او 2000 جنيه مرتب، شفت الاحلام قويه ازاي؟ في السنه الثانيه هزيد 3000. طب انت في الاول ما زدتش، تعمل ايه؟ فين المشكله؟ اه ده الموضوع ملوش دعوه بالشغل. تبدا تعمل مبادره بقى وتصلح من ادائك شويه، وان الموضوع يحتاج قدرات تانية ملهاش علاقه بالشغل. يعني ممكن نقول من القدرات التانية سوفت سكيلز، مهارات. ممكن تكون انت بتشتغل كويس جدا بس لا تحسن عرض شغلك. وده ملوش دعوه بالنفاق، عشان بس نتكلم، ده ملوش دعوه بالنفاق. يا جماعه الناس اللي بتتكلم دايما عن الهارد سكيلز وان هو بيشتغل وايه ومظلوم، خلي بالك الشغل مش كله هارد سكيلز. وانتوا طبعا يعني عارفين ده اكتر مني. الشغل مش كله هارد سكيلز، لا، في حاجه اسمها سوفت سكيلز. ازاي تعرض المعلومه؟ وازاي تتكلم مع الناس؟ وازاي تتواصل؟ وازاي ما تخلقش حالات العداء من غير مناسبه؟ كل دي حاجات انت هتراجع نفسك فيها. نبدا ناخد بسرعه اول حاجه الرؤيه والرساله. الفيجن او الرؤيه تعريفها ببساطه وصف لما تود المنظمه الوصول اليه في المستقبل. انا عايز ابقى رائد صناعه الحديد في مصر. انا عايز ابقى مستورد الاخشاب الاول في الوطن العربي. الرساله، ايه اللي انت تعمله عشان توصل للرؤيه؟ ايه اللي انت هتعمله علشان توصل للرؤيه؟ ناخد مثال كده مع بعض. كلنا بنحب جوجل. والله يا عم جوجل ده عمل يعني فايده غير طبيعيه. والله واحد سألك سؤال ديني، تروح عامل ايه؟ تفتح جوجل وتشوف ما رأي الدين في كذا. طب سألك سؤال في الهندسه، تفتح جوجل وتشتغل. طيب يا ترى الناس اللي عامل جوجل ما هي الرؤيه بتاعتهم وايه الرساله؟ نقرا مع بعض الرؤية. بيقول لك الرؤية to make search engines، عايز يعمل مكن للتدوير. So powerful they would understand everything in the world. ايه يا جماعة الرؤية الرهيبة دي؟ خلي بالكم ان الرؤية اتحطت قبل ما حد فينا يعرف عن جوجل حاجة. يعني الناس دي حاطة الرؤية من ايه؟ من بدايات ما بدأ يدخل مستكشف جوجل مع عشرات المستكشفات الأخرى. احنا طبعا بنشوف كتير قوي لما تبحث في مستكشف تاني غير جوجل بتلاقي ايه؟ في الغالب ما بيجيبلكش اللي انت عايزه. انما لما بيكون يعني في الغالب دايما لما بتدخل على جوجل، لا، حتى انت عارف ان في الانجلش دلوقتي دخل بالكلمه دي، لما تيجي تقول لواحد انا عايز ابحث عن حاجه جوجل ات، انت بتخيل ان في شركه في العالم وصلت ان هي بقت جزء من اللغه، لان هي بقت الشهره الاكبر في مجال السيرش عن اي حاجه في الانترنت او كده. طب الميشن بقى، قال لك والله انا عايز انظم معلومات العالم واخليها اكسسبل يوسفول. النهارده شركه جوجل العالميه بدات حطت لنا الفيجن بتاعتها، وبعد كده حطت الميشن. قلت والله انا هركز على الانوفيشن وعلى اليوزر اكسبيرينس، ودول الوسيله بتاعتي، العجل بتاعي اللي انا هحقق بيه الرؤيه والرساله بتاعتي. طيب نشوف بقى مثال تاني، نقرا بس شويه اسئله. تمام. هل لازم يكون في مقدره الوصول لمؤشر ده المطلوب؟ هل يلزم بعد العمل على مقدره تصحيح الوصول لارقام مؤشرات المطلوب؟ طبعا سؤال جميل من الباشمهندس عمرو. بيقول هل يلزم؟ المفروض يعني وانا باخد اكشن، والمفروض اني اصل للجزء المطلوب.
الا بقى لو انا اتاكدت من عجزي تماما ان انا اوصل. يعني بمعنى النهارده المفروض ان انا احيانا بنضع مستهدفات عاليه، المستهدف بتاعي يبقى اعلى من قدرتي، ثم افاجئ ان انا مش قادر اوصل له. فبدات اعمل مبادره او انيشيتيف، وبعدين جيت لاختار جاي مغير او مقلل المستهدف. يعني عملت ممكن يكون قللت الجاب شويه، فالاصل ان انا قلت ما المفروض اوصل. طب لو انا وجدت ان انا مش عارف اوصل، فأو اقلل الفرق او الانحراف او الديفيشن عن الريكويرد او عن الايه البنش مارك بتاعي اللي انا حاطه. طيب نشوف مع بعض كده رؤيه وزاره الصحه. دي وزاره الصحه في المملكه الاردنيه بتتكلم عن الرؤيه. قال لك والله الرؤيه بتاعتنا مجتمع صحي وعافى من خلال نظام صحي متكامل يعمل بعداله وكفاءه وجوده عاليه ورياديه على مستوى المنطقه. هم نفسهم يوصلوا لاعلى حاجه على مستوى المنطقه. طب يا جماعه هتوصلوا لده ازاي؟ بداوا يقدموا الرساله. قال لك هنقدم الخدمات الصحيه الوقائيه والعلاجيه، وهنقوم بالدور التنظيمي والرقابي على الخدمات المرتبطه بصحه وسلامه المواطن بعداله وجوده عاليه، باستخدام الامثل للموارد وبالشراكه الفعاله مع الجهاز ذات العلاقه ضمن السياسه الصحيه الشرعيه. يبقى النهارده اتكلمنا عن الرؤيه، وجود رؤيه للمكان. الرؤيه دي المفروض تكون للفرد، المفروض تكون للاداره، المفروض تكون للمنظمه او الشركه، علشان يبقى عارف انت رايح فين. طيب عشان اروح للرؤيه دي محتاج يكون عندي رساله هقدمها، يبقى مجموعه انشطه اكتيفيتيز بعملها علشان اوصل للمجتمع الصحي ده اللي من خلال نظام صحي مدني. طيب بدات احط لنفسي بقى اهداف. الاهداف دي بنسميها جولز، ودي غير الاهداف الذكيه، دي اهداف عامه. يا سلام، نفسي ابقى راجل غني، لا نفسي العب بالفلوس لعبه شخص، نفسنا نعمل يعني نعمل جروس للبيزنس بتاعنا، نفسنا نزود الفروع، نفسنا نزود راس المال. كل دي اهداف. اهداف اولا هي على المدى الطويل، بتكون دايما من الافكار مش من الواقع. يعني انا بتكلم دايما عن حاجه لسه ما درستهاش كويس بس حطيتها عليا كجول، ومش هتعرف تقارنها. يعني مش هتعرف تلاقي المقارنه، يعني مش هتعرف تلاقي المكان اللي انت هتقارن منه، لان هي في الاخر زي ما احنا قلنا هي يعني تعتبر جولز او اهداف يعني غير واقعيه، هي يعني بنات الافكار. زي ايه؟ النمو، الربح المالي، خدمه المجتمع. طيب عايز اسال سؤال ويبقى يعني الناس ترفع ايديها وشوف كده اول واحد رفع ويكلم. هو ليه مثلا النمو مش هدف ذكي، مش اوبجيكتيف؟ مين يقول؟ ارفعوا ايديكم كده. وايه باشمهندس اختار حد؟ علشان لا يمكن قياسه. حضرتك مين يا فندم؟ مين معايا؟ مع حضرتك المهندس عمرو. ازيك يا باشمهندس عمرو؟ الله شرفنا. يخليك، الحمد لله. الله يخليك. ما يكونش قياسه يعني ايه؟ ان هو ما يكونش قياسه. وايه تاني؟ وغير محدد. يعني هو قال لي همه من كام لكام؟ اذا مستقبلي يكون ايه؟ يعني مش عارف، انا مش عارف ظروفه في المستقبل كيف يعني هيكون النمو. بالظبط. لا هو ما ذكروش، ما ذكروش يعني هو قايل ايه؟ لا قال لحدده، ولا حط النسبه اللي هيزيدها قد ايه، ولا حتى قال لك في خلال قد ايه. يعني برضه دي فكره ثانيه. فهو من كل الجوانب هو ليس اوبجكت. جميل كده؟ زي الربح المالي، زي انا عايز اخدم المجتمع، زي كل دي افكار او جولز انا بحطها الاول علشان ابدا اخد منها الافكار الخاصه. طيب نشوف كده مع بعض وزاره الصحه نفسها اللي المفروض ان هي عايزه تعمل بيئه صحيه. قالت والله انا عندي مجموعه اهداف، حطت 10 اهداف دي اعتبرهم جولز مش اوبجكتيفز. اول حاجه تحسين جوده وسلامه خدمات الرعايه الصحيه وضمان استمراريتها، المساهمه في الحد من انتشار الامراض الغير السامه،
اول واحده دي فكروا كده بالسؤال: تحسين جوده وسلامه خدمات الرعايه الصحيه وضمان استمراريتها. مين يفكر لنا كده في اوبجيكتيف، ياخد منها كده اوبجيكتيف حلو، هدف، هدف ذكي، هدف مثلا زيادة عدد الشغالين في خدمة الرعاية، يعني زيادة عدد الموظفين مثلا. رائع، زدت عدد الموظفين، تحسن الجودة، جميل. ايه تاني؟ انت يلا ورا انا فاتح لنا السكة، حاجة تاني؟ اتفضل. السلام عليكم، مهندس محمد موسى. عليكم السلام. أهلا وسهلا. زيادة عدد الأسرة مقابل كل 100 شخص مثلا. ممتاز، نزود على دخل كل المبنى. ممتاز، تمام، كتير كتير. زيادة عدد الله يخليك. المستشفيات في المكان، تدريب ممتاز، تمام. طيب المساهمة في الحد من انتشار الأمراض غير السارية، عايزين نحط لها أوبجيكتيف. السلام عليكم. معك سكت. أنا كنت بشرح النقطة الأولانية اللي هو تطبيق مبدأ التأمين الصحي كإلزامي على كل مثلا الشركات وقطاع عام وخاص. دي مبدأ تحسين جودة سلامة الخدمات الرعاية الصحية، اللي هو نقطة رقم واحد. جميل، بس ده هدف، هدف جول، صح كده؟ لأنه لا مش هو ده لا مش جول، أنا بتكلم عليه أوبجيكتيف. احنا الجول تحسين الرعاية الصحية بشكل عام، لكن أنا طبقت مبدأ شركات التأمين الصحي، فألزمت بيها الشركات سواء قطاع عام أو قطاع خاص. يبقى حضرتك لازم تحدد بقى، هتقول مثلا ان السنه دي هخلي 1000 شركه، واضح بالظبط. يا فندم ان لازم تقول كده، ان انا هخلي 30% من الشركات الموجوده، 100% من الشركات الموجوده، 50%، 1000 شركه طبق الجزء الصحي في مثلا في خلال عام او خلال 4 اعوام او خلال 5 اعوام بقيمه كذا. تمام تمام، تمام ممتاز. احنا بنتكلم على الجول اللي هو المساهمه في الحد من انتشار الامراض غير الساريه. لا لو هي يعني لو الموضوع ده يبقى انا اعتقد ان احنا مفترض نحصر هي نوع الامراض اللي هي انا بصراحة كلمة غير السارية قصدي حضرتك بيها ايه؟ يعني الامراض اللي هي مش منتشره، يعني الله اعلم، الامراض النادره يعني كده كده، يعني الامراض اللي هي النادرة أو كده. الله أعلم. ما لو طيب النادرة بص، اتفضل. اتفضل اتفضل. لو قصدي حضرتك من الأمراض الغير سارية أو اللي هي النادرة، يبقى هي الفكرة تحديد هي عدد الأمراض دي إيه، والعمل على لقاح لمرض من ولكن زي الإنفلونزا جميل الخنازير أو غيره مثلا. جميل، تمام، صح بالظبط. أولا ممكن تاخد تقول تقليل عدد المصابين من هذا المرض، ايجاد اللقاحات اللي موجوده من هذا، ممكن يبقى الهدف بتاعي هو ان انا اعمل لقاحات موجوده. كل ده بالنسبه لي هيبقى انا بحول الجول الى اوبجكت. طيب، تعزيز خدمات الصحيه الانجابيه وتنظيم الاسره وصحه الاطفال، تطوير البنيه التحتيه لمؤسسات الرعايه. دي طبعا تطوير البنيه التحتيه دي بقى هنبدا نقول ان احنا نطور المستشفيات، هيبقى الاوبجكت اقوى شويه. إدارة كفء وفعال للموارد البشرية، مساهمة في تحديد تأمين صحي شامل لكافة المواطنين، إلى آخر إيه؟ الجولز دي أو الأهداف اللي هي موجودة. ارجع تاني بس يعني. يبقى دلوقتي إحنا إتكلمنا عن رؤية، إتكلمنا عن رسالة، إتكلمنا عن جول، ومن الجول طلعنا الأوبجيكتيفز اللي هي الأهداف. اتكلمنا المحاضره اللي فاتت عن الاهداف، واتكلمنا عن الكي بي ايز. يبقى النهارده انت عرفت الكي بي ايز مين ابوه؟ ابو الكي بي ايز اوبجيكتيف، هدف.
ابو الهدف جول، هدف عام. طب الهدف العام بيطلع منين؟ من الرساله. الرساله طب اصلا ايه؟ هو ايه؟ الرؤيه. اذا احنا اتكلمنا عن الاوبجيكتيف وعن الكي بي اي، وتفهموا ان ده هدف سمارت وان ده معيار قياس للهدف السمارت. تعالوا نتكلم بقى ايه هي الانيشيتيفز اللي احنا الناس كانت سالتنا عليها لما اتكلمنا. الانيشيتيفز هي عباره عن اجراءات اصلاحيه غرضها ايه؟ علاج الانحراف عن المستهلك. انا يا جماعه ماشي وجيت في المركز المالي بتاعي او الارباح بتاعتي، كنت حاطط ارباح معينه والارباح قلت، لازم اعمل ايه؟ اخد اعمل كوركتيف اكشن، اجراء تصحيحي، اخرج بيه من الواقع الوحش ده واكشف اسبابه وابدا ان انا اخد الاجراءات دي، بيسموها انيشيتيفز او مبادرات. مثلا تدريب ممثلي خدمه العملاء. خلي بالك الانيشيتيف دي علشان تظبط المؤشر ده، انا كاتبهم لك ليه كده؟ تدريب ممثلي خدمه العملاء ليه؟ علشان ارض العملاء، الناس اللي بتتكلم مع الكلاينت او مع الكاستمر لما يتكلم بطريقه مؤدبه ومهذبه ويبدا يعرض عليه الخدمات بطريقه بروفيشنال محترفه، اكيد ده هيزود رضا العملاء بدرجه كبيره. وان كان طبعا يعني اهم حاجه ترضى العميل هو البرودكت نفسه او المنتج نفسه. طيب انا عايز ازود الانتاجيه، يعني انا اكتشفت ان انتاجيه المصنع بتاعي مش هي الانتاجيه اللي انا حاططها، طب ما تزود يا عم الامان. يعني اصرف فلوس شويه عشان تطلع الانتاجيه اللي انت عايزها. طبعا دي ساعتها هيوزنها ويعمل بالانس ما بين الاثنين. طيب تمام، مجوز كان بيتكلم على طالما نادره استخدام انظمه ذكيه لتنظيم محصل الامراض زي الابلكيشن، ممتاز جدا. هل المبادره هدفها العلاج ام ممكن تكون تحسين او رفع مؤشر الاداء؟ العلاج يعني كلمه العلاج يعني ان انا اوصل للمستهدف، يعني ولما اوصل للمستهدف واعالج القصور يبقى احسن وارفع مؤشر الاداء. يعني شايف ان الاثنين هم فكره واحده، يعني الاثنين ماشيين في نفس الوقت. طيب عندي مثلا نسبة معيب كبيرة في منتج في برودكت، لا خلاص زود، بيسموها التشيك ليست او التشيك بوينت اللي هي نقاط التدقيق، علشان لو مر من نقطة التدقيق يبقى في نقطة تانية هتكتشف العيب. ناخد تمرين كده مع بعض وحد يرفع ايده كده ونجرب فيه اول جزء في التمرين. يا ريت نغير شويه، يعني لو في حد اتكلم قبل كده مش حد تاني يتكلم. يلا مين اول واحد؟ لسه ما قلتش السؤال ايه؟ انت اتفهم انت شمس احمد، يلا طلع لنا واحد. عارف نفسك هندسه؟ باشمهندس انشاد. اهلا وسهلا، ممكن حضرتك تفتح المايك؟ طيب باشمهندس وليد معاك هندسه، اتفضل يا شيخ. اتفضل يا فندم ازيك؟ اتفضل يا هندسه، الله يبارك فيك. الحمد لله. طب يا جماعه عشان بس غير المهندسين، انا قلت الدوره مش هندسيه بس انا الكلمه دارجه عندي، فعادي يعني خدوا الكلمه عادي مالناش دعوه بالمال. طيب اتفرج كده، بص على رقم 80% يا باشمهندس، يا ترى ال 80% دي اي رقم من دول يتحط هنا؟ 80%. براحه ال ايه مش شايفها؟ لا الشاشه صغرت بس كده تمام، مفيش مشكله يعني. شايف؟ طيب تمام. طيب 80% ممكن نقول مثلا تارجت. برافو عليك، تمام. 80% تارجت اللي هي رقم 7، انا
انا مصغرها عشان اكتب بس عشان لو تمام كده ما تمام. شكرا مش كده جميل. طيب مين تاني؟ باشمهندس نشأت. اتفضل يا باشمهندس نشأت. اتفضل. هو معانا دلوقتي. نورنا. الله يسلمك ويبارك فيك. على فكرة بس للتوضيح أنا مش مهندس، أنا مستشار قانوني. اتفضل. لا لا ما نسخة دارك معلش. الأخطاء دي غصب عننا بلاش دعوة يعني غصب عن الواحد. اتفضل. عدد الموظفين الإنجليز يا ترى ده أي رقم من الأرقام دي؟ بس كده. عدد الموظفين. عايز لك يكون كي بي اي طبعا عدد الموظفين، كل ما كان في عندي عدد الموظفين عدد زياده بلس يكون بروفيشنال. اي ثينك انه الكي بي اي بيكون عندي يعني كويس ممتاز. تمام. بس احيان كتير ما بيبقاش يعني ما بيبقاش هدف من اهدافي اني ازود العدد او اقلله. هي على حسب لكن هنا يا مهندس ممكن اعتبرها متريك. بس متريك يعني ليس كي بي اي. يعني في احيان كتير قوي عدد الموظفين ما بيبقاش شيء انا بالنسبه لي وايه المشكله اللي بيشتغل ثلاثه او اربعه او خمسه. وان كان في بعض الاعمال مثلا هيبقى في هدف من اهداف المؤسسه ان تقلل من عدد الموظفين فممكن يكون مثلك ممكن يكون كي بي اي. تمام. بس هو هنا في التمرين ده احنا كنا معتبرينه. شكرا جدا. شكرا. طيب الكاستمر ساتسفاكشن نسبه رضا العملاء. أستاذ محمد عبد اللطيف. تفضل. الكاستم ساتسفاكشن ممكن نقول عليها ممكن نعتبرها initiatives. initiatives. طب ليه سؤال؟ احنا كده خلاص ما عادش معانا سبعة ولا أربعة. طيب ممكن تكون objective. ممكن تكون اوبجكتيفز. ممكن بس طيب احنا قلنا ان في ثلاث هي مش كي بي اي. نعم. مش كي بي اي. ليه مش كي بي اي؟ ليه مش كي بي اي؟ لان اوبجكتيف هي نقدر يعني بنعتبرها زي تارجت برضو بالنسبه لنا كاستمر ساتسفيكيشن قياس رضا العملاء. هذا بالنسبه لي بعتبره اوبجكتيف هدف عايز احققه. لكن والله برضو ممكن تمشي كي بي اي لانها مؤشر اداء برضو. جميل قوي. يعني يا جماعه اول ما تشوف دي او نسبه مئويه او عدد او فلوس يبقى احنا بنتكلم فين في الخارج. يا اما كي بي اي يا دي حاجه معدوده يا يعني ما تبقاش اوبجيكتيف خالص. الاوبجيكتيف ده مسمى يعني انكريز مثلا اللي سعرها خدها. يبقى هنا دي تعتبر ايه؟ كي بي اي. كي بي اي رقم كام؟ رقم اثنين. شكرا يا فندم. شكرا. مين؟ اتفضل. مين هيقول تاني؟ كاستمر ساتسفاكشن. مهندس محمد العامر حضرتك معانا؟ محمود الامير عفوا. اسف محمود الامير. حبيبي الله يخليك. انكريز كاستمر ساتسفاكشن هو هنا جول يعني هو هدف يعني هو جول لكن هو حتى شفت مع المدير هندسه ممكن نحطه ان هو يكون هو ممكن يكون اوبجيكتيف بس لازم احط له ايه كده المجال بتاعه. تمام يا هندسه. بس هو اكثر دقه من تمام حضرتك. زياده رضا العملاء المفروض يكون بنسبه قد ايه؟ ما بص ده هي التركيز كده زياده رضا العملاء مثلا او وصول الكاستمر ساتسفاكشن ل 80%. فاحنا في التمرين قصدنا ان هي تكون كي بي اي تارجت اسمها هي اوبجيكتيف نسبة على ان انا بقيسه بايه؟ بنسبه الكاستمر ساتسفاكشن. لكن طبعا هو ناقص زي ما حضرتك ناقص ده النسبه والتحديد اللي موجود. شكرا جزيلا. طب اللي بعده
باشمهندس عمرو مصطفى. استاذ عمرو مصطفى. ايوه يا فندم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الجروث اوف بزنس ده ممكن يكون عندي بالنسبه لي يكون اوبجكت. اوبجكتيف خلاص خدناها. جروث اوف بزنس ممكن يكون ميشن برضه، ميشن ستيتمنت، يعني انا ممكن يكون عندي كميشن في حاله تطوير يعني. لا يعني لا، المشن ستيتمنت دي هندسه، اللي هي الرساله، عباره الرساله عباره فيها حاجه طويله شويه، صعب تبقى اي حاجه زي كده. طيب يا جماعه، انت انا عايز اجروث للبيزنس بتاعي، ده عمره ما يكون يعني انا مش محدد فيه حاجه، يعني حتى مش محدد ان في كاستمر وعرضيهم والكلام ده كله، انا بقول انا عايز ازود البيزنس، دي تعتبر ايه؟ جول، يبقى دي رقم واحد. تمام؟ مظبوط مظبوط يا باشمهندس. تمام. طيب نشوف كده اللي بعدها. To be the world's leading company, focus on the maximize the value we provide to our stakeholders. أستاذ عمر فتحي. عايزين نبقى ناس جامدة قوي في العالم ومش عارف ايه، ونزود الفاليو بتاعتنا اللي هنديها للستيكهولدرز. ده فيجن فيجن ولا ميشن؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مهندس عمر فتحي مع حضرتك يا باشمهندس. باشمهندس عمر، اتشرفت بحضرتك. اهلا وسهلا. دي انا بعتقد انها فيجن، لان الميشن هي العباره الثانيه. بالظبط كده. الفيجن الفيجن دي يا جماعه تو بي ذا وورلد ليدنج، يبقى انا بتكلم دي يعتبر بالنسبه لنا ايه؟ فيجن. طب الله ينور عليك. تماما. ان انا عايز ابقى اكتر واحد في العالم وادي فاليو للناس. بالظبط كده. يبقى دي رقم. على فكرة أنا حليتهم كلهم قبل ما الأساتذة يجاوبوا، يعني الحمد لله. شكرا جزيلا. طيب ماشي اللي بعده. كاستمر سيرفيس تريننج تعتبر إيه؟ أستاذ عبد الله. الكاستمر اتفضل. أستاذ محمد إبراهيم. استاذ محمد ابراهيم. انشيتيف مبادره. تمام، برافو عليك فندم، دي مبادره. يعني انا عندي مشكله فضلت ان انا ادرب اللي هم الكاستمر سيرفيس تريننج اللي هو رقم انشيتيف دي رقم ايه؟ 3. الله ينور عليك هندسه، شرفنا بيك. دي طبعا اخر واحده وهتبقى بالنسبه لنا اللي هي المشن ستيتمنت دي رقم. طيب ان شاء الله يبقى النهارده الواجب بتاعنا الاساينمنت بتاعنا هيبقى على الهرم ده، ان انا اطلب منك انك تذكر لي او تطلع لي لحظه كده الواجب بتاعنا، وان شاء الله هيتحط الرابط بتاع اللي انت هتحطه على جوجل درايف اللي انت هتحط الواجب ده عليه، هتنزل اللي عليه. عايزك النهارده تحط لي الثلاثه اندستريز مختلفه، رؤيه ورسالة وهدف عام وهدف ذكي ومؤشر أداء رئيسي، وتقول أنا هعمل إيه بالظبط. الكلام هيبقى على إيه؟ هيبقى على عندك مساحات. أول طبعا حاجة اتكلم عن المجال اللي أنت فيه، عن شركتك، عن منظمتك. تاني حاجة أشوف حاجة خدمية قريبة منك، مثلا. تالت حاجة أشوف صناعة تعرفها، يعني عندك معلومة عنها. ما لقيتش حاجه ادخل على النت وشوف وابحث ودور. احنا عايزين بس ايه؟ الهام عندنا ان احنا ان شاء الله نكون نحاول نطبق على قد ما نقدر، فده ان شاء الله هيكون اسايمنت، وهنكتب كل حاجه نكتبها على الجروب علشان الناس تبقى ايه؟ هتعرف كل حاجه عن موضوع الاسايمنت ده عشان نبدا نطبق مع بعض ان شاء الله. حد عنده سؤال؟ اشوف الشات كده معاكم، حد عنده سؤال؟ كيفية وضع الرؤية أو الرسالة بمعنى هل يوجد أسئلة لإجابتها بنحصل على الرؤية؟ تمام، الله ينور.
كيفيه وضع الرؤيه او الرساله، بمعنى هل يوجد اسئله في اجابتها المحصل؟ اول حاجه طبعا وضع الرؤيه لازم تقعد مع الناس اللي هم اصحاب المكان اللي انشاوا المكان. انت النهارده عملت تريننج سنتر، فانا عايز اسالك، اقعد معاك اقول لك يا باشمهندس انت عايز ايه؟ عايز ايه من المكان ده؟ اكيد طبعا في اسئله كتير، اسئله عايز اعرف ايه هو؟ انت عملته ليه؟ عايز توصل بيه لفين؟ عارفين السؤال الجميل الحلو بتاع الانترفيو اللي اسمه شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ بالظبط، حلو. والله يا باشا انا عايز اتوسع واوصل لكذا. طبعا خبراء الاداره هيصيغوا لك الكلام بتاعك، يعني خبراء الاداره هيشوفوا الكلام اللي انت بتقوله وهيبداوا يقعدوا معاك ان هو يصيغوا لك الرؤيه من خلال مجموعه اسئله طبعا. وتدعك يقول طب انت هتقدم خدمات ايه؟ تقول له والله انا هقدم مثلا دورات، هقدم سيمينارات، هشتغل على اونلاين، هشتغل على خدمات مجتمعيه، هشتغل على كونسلتيشن، هيبقى فيه استشارات لاماكن الى اخره. انت بتقول انا هوصل من خلال 1 2 3 وهحط لك ايش؟ طب يا عم اهدافك ايه؟ كل الحاجات دي هتقعد مع مين؟ مع المؤسسين، مع اللي عملوا الكيان. فهم عارفين هم عايزين يروحوا فين؟ وايه وسيلتهم؟ واشتغلوا ازاي؟ ايه الفرق بين المبادره والمشروع؟ المشروع طبعا زي ما احنا عارفين، المشروع زي ما احنا عارفين حاجه ليها بدايه ونهايه، المبادره نوع من المشروع. يعني بالظبط كده، كانوا احيانا لما كنا ناخد الكورس مع الكي بي اي كان بيتقال لك الانشيتيف وحطينا بين قوسين بروجكت. فالمبادره هي نوع من انواع المشاريع. ليه؟ لانك لما تعمل مبادره هيبقى ليها بدايه وليها نهايه. طبعا احنا عارفين تعريف المشروع، اي مجهود مؤقت له بدايه وله نهايه. فين البدايه؟ ان انا عندي مشكله مش محققه مستهدف. فين النهايه؟ ان انت نفذت وحققت المستهدف ووصلت للهدف ده. فالمبادره هي المشروع، او المقاول يقول ان المبادره نوع من انواع المشروع. هل الرؤيه والرساله الاهداف متغيره ولا ثابته في مرحله يتم وضعها للموظف؟ جميل. الرؤيه والرساله المفروض يبقوا في الوقت الحالي بيتغيروا كل فتره كبيره قوي، لو فعلا عايز اغير اسلوب الدنيا، لكن في الغالب تغييرهم مش كتير. الاهداف لا، الاهداف مش ثابته. يا جماعه الرؤيه والرساله الاهداف بتتغير. وهنتكلم على موضوع الاهداف ده، يعني تغير الظروف. وطبعا لو اتغيرت الظروف هيحصل تغير ايه؟ الرؤيه. الفرق بين الاجراءات والانيشيتيف، الاجراءات هي المبادره، الاجراءات اللي انت بتنفذها عشان تنفذ المبادره، يعني البروسيدرز دي جزء من الانيشيتيف كلها، تمام؟ البلان عشان تبقى فيه بقى بروسيدرز عشان في الاخر تكون محقق الايه؟ الانيشيتيف. الفرق بين الفيجن والمشن، الرؤيه عايز تروح فين؟ الرساله هتروح ازاي؟ يا جماعه انا عايز ابقى صرح طبي عالمي. طب هعمله ازاي؟ اعمل مستشفيات واجيب احسن اجهزه واعمل كذا وكذا، دي ميشن. الفيجن عايز اروح فين؟ يا جماعه فيجن رؤيه هتوديني فين؟ عايز ابقى ايه؟ عايز تبقى افضل مهندس في الوطن العربي. او من ضمن، انا هو الوقت بقول انا عايز ابقى من افضل 100 ترينر على مستوى الوطن العربي بظرف 5 سنوات. طيب يبقى هنا دي الفيجن والميشن. طب هتعمل ايه؟ هدي دورات واشتغل مع مراكز قويه وابدا احط الميشن بتاعتي اللي انا ايه؟ هعمل ايه عشان اوصل للهدف؟ هل الرؤيه متغيره والرساله ثابته؟ المفروض ان الاثنين ثابتين، خلينا ناخد واحده واحده. الاثنين ثابتين، لكن حصل تغيرات في المجتمع وتغيرات في الشيب هولدرز والناس اللي ماسكين المكان، هتغير الرؤيه وبالتالي تتغير الرساله. لا، الرساله مش ثابته. لو تغيرت الرؤيه تتغير الرساله. يعني الاثنين مع بعض. لو الرؤيه تغيرت تتغير الرساله، يعني في الغالب، يعني ده الطبيعي. لكن ممكن يكون في حالات الرؤيه بتتغير والرساله ثابته. طيب المتريك والتارجت، الفرق بين المتريك والتارجت، ناخد حته. التارجت ده اللي هو المستهدف، يعني انا النهارده لما بقول ان انا
عايز 80% منكم يكونوا راضيين عن الكورس التارجت. لما اقول كم ايجابي في الكورس ده مترك، يعني يا جماعه لما اقول يا جماعه كام واحد ايجابي في الكورس او عدد الرجال اللي في الكورس ده مترك، مش ده التارجت. انا مش من اهدافي ان يكون في كام راجل وكم ست مثلا، مش من اهدافي ان يكون في كام مهندس وكم اداري، مش من اهدافي ان يكون في كام، واضحه الفكره؟ فعلشان كده اسمه مترك ما بيأثرش معايا. طب التارجت هو ايه؟ لا التارجت هو الرقم زي ما اقول لك ال 80% اللي هو النسبه اللي انا عايز اوصل لها، ده اسمه تارجت. واضح؟ جميل. الرؤيه 2030 زي ما احنا قلنا، الرؤيه 2030 لما قامت الرؤيه قامت من اجلها المبادرات، اتولدت منها المبادرات. فالمبادره والرؤيه واضحه يعني ايه؟ يعني عارف حاجات شبه بعضها قوي. الرؤيه انا شايف كده، انا يا جماعه عايز اعمل عمره، دي رؤيه. طب عملت ايه؟ ركبت ومش عارف عملت ايه؟ دي اسمها المبادره. طيب يا جماعه في رؤيه في مبادره. لما كان في رؤيه ظهرت المبادرات جوه. جنرال اكشن، تمام ماشي جميل. هل انا كشفت الرؤيه بتكون ثابته والرساله ثابته؟ وبالتالي لو حصل ايه هذا الاصل ان انا اكون ثابته الا في حاله تغير جذري في المكان نتيجه تغير الظروف او تغير الناس اللي موجوده في المكان. التارجت جزء من السمارت اوبجكت، ايوه جزء من السمارت اوبجكت بالظبط، ان انا يكون حاجه انا عايز اوصل يعني لقد ايه بالظبط. ماشي انا بس كنت عشان ايه بركه اعمل بس اربطها في الشاشه. ندخل للجزء الجاي. الفرق ما بين مؤشرات الأداء أنا بقى أنا عرفت الحاجات دي تنقلها أكتر من مرة عشان الناس ممكن تتلخبط. مقاييس الأداء قياسات موجودة في العمل لكنها لا تقيس إنجاز أي هدف. مش أي هدف. قد يكون المقياس مؤشر أداء لمنظمة أخرى اللي بيحقق أحد أهداف المنظمة. أنا اشتغلت في مصنع ملابس جاهزة، كان من ضمن أهدافه في المصنع إن هو يزود عدد المهندسين اللي شغالين في المصنع. كان بدأ الأول بمجموعة من التكنيشن فنيين ومعاهم إداريين، حتى اللي كانوا ماسكين شغل الصيانة كانوا فنيين. فأنا رحت اشتغلت معاهم كمهندس وكان معايا أكثر من مهندس، وكان من ضمن الأهداف بتاعتهم عدد المهندسين. طب جميل. اذا لما اجي مثلا على عند شركه الكهرباء وما عندهاش التارجت ده، طبيعي جدا المهندسين عندي عدد معين، مش قضيتي عددهم قد ايه. فيبقى هنا عدد المهندسين كان موجود في شركه الكهرباء ليس جيم مؤشر اداء، مش مؤشر اداء رئيسي، ده عباره عن مقياس. هتلاقي الشركات كده بتعمل لك تقول لك الهندسيه قد كده والفنيه قد كده والاداريه. لما اقول لك مثلا عدد الموظفين ممكن ما يكونش مقياس، وممكن في مكان تاني يكون مقياس. امتى؟ ايه اللي يحكم؟ وجود الهدف. هل المقياس ده بيقيس هدف من اهدافي ولا لا؟ ايه مؤشرنا ده وسيلة، هي قياسات موجودة في العمل بتقيس إنجازات أهداف المؤسسة. في نقطة تانية مهمة أوي، لازم تكون يا جماعة مرتبطة بعوامل النجاح المهمة بيسموها الكريتيكال سكسس فاكتور. يعني أنا النهاردة مش هكون مكان مثلا وزارة التربية والتعليم وأحط من الكي بي أيز بتاعتي مثلا يعني انا مثلا وزاره التربيه والتعليم فيكون الكي بي ايز كلها على الحاجات الهامه، مستوى التعليم بتاع الناس اللي موجوده. مش هتكلم بقى في حته ارباح مثلا. الارباح دي ما تهمنيش انا كوزاره. الانفاق طالما انا بتجي لي موازنه معينه انا بصرفها، فالانفاق هنا ما كانش ايه؟ ما كانش بالنسبه لي لانه شيء مش هام. كريتيكال سكسس. لما ممكن نروح لمكان تاني يبقى مهم جدا موضوع الانفاق فيه، لانه بيعتمد على تواجد المكان.
تريننج سنتر مثلا، كل ما قللت الانفاق فيه وزودت العائد، لا ده انا بالنسبه لي مؤشرات ده كويس. تعالوا كده نتعرف مع بعض على بعض مؤشرات الاداء الرئيسيه ونقول بتقيس ايه. في مؤشر اداء يا جماعه اسمه نسبه الادجستد ريتيرن اون اسيتس. انت شركه عندك مجموعه اسيتس يعني اصول، وبتقول والله انا مثلا بنيت خمس مباني واشتريت مش عارف كام عربيه، وكل ده مثلا ب 60 مليون اي رقم يعني. طب انا بكسب في السنه قد ايه من ال 60 مليون ده؟ ده مؤشر اسمه نسبه الارباح الاصول. بيقيس هدف ايه الهدف؟ العائد المالي على الاستثمار. طيب مكان تاني عنده قروض بس هو هدفه ما يخليش القروض عاليه، يعني ما تكونش معظم الشغل الفلوس بتاعتك يعني راس مالي للقروض، فعمل حاجه اسمها ديبت تو انكم ريشيو دي تي اي، نسبه القرض على العائد. طب بيقيس هدف ايه؟ تقليل قيمه القرض على العائد، ده هدف. مكان تالت بقى فندق من الفنادق، قال لك والله انا عايز اوسع نفسي في الانترنت، انا بعمل اعلانات كتير قوي وعايز اعرف انا بحجز الانترنت قد ايه. ريتيرن اون انفستمنت هي نفس الفكره بس هو حاسب على الاسيتس بس، يعني نفس الفكره بس هو حاسب على الاسيتس فقط مش على الانفستمنت. فانا النهارده صارف اعلانات انترنت وعايز اعرف والله وعايز يعني ازود الحجز على الانترنت عشان ده بالنسبه لي بيبقى يعني مجهود كده او بيجي من غير مجهود. طيب فالفندق ده يبص على نسبه الانترنت بوكينج ونسبه الحجز بالانترنت، زياده الحجز على الانترنت بالنسبه للحجز بوكينج. طب كول سنتر بيقول لك والله انا عايز اشوف كل مكالمه العائد بتاعها قد ايه. يجمع انا عملت في اليوم النهارده 1000 مكالمه وطلع لي كام؟ فلوس. هيقسم ده على ده كي بي اي، بيراجع كل يوم او كل شهر او كل اسبوع ده علشان يقيس ايه؟ عنده هدف من اهدافه اللي يزود العائد لكل مكالمه في المجال. في حين بقى المقاييس حاجات مالهاش يعني حاجات مالهاش ما بتشتغلش معاها، حاجه زي درجه الحراره مش مقياس لو انا في مشروع كونستراكشن. طيب سؤال لحضراتكم، هل ممكن درجه الحراره حد يقول لي على الاندستري درجه الحراره تكون فيها كي بي اي؟ هل ممكن درجه الحراره تكون كي بي اي؟ اتفضل. احمد الدسوقي. احمد ايوه السلام عليكم. ايوه يا فندم. وعليكم السلام. اتفضل. ممكن صناعه الحديد والصلب مثلا درجات الحراره بتاعت افران الحديد والصلب دي كي بي اي طبعا، لان اي ديفيشن في درجه الحراره عن قيمه معينه ممكن تنتج عنها برودكت نوت كومبلاينج وذ ريكوايرمنت. الله ينور عليك. تمام بالظبط درجه الحراره حاجات كتير حاجات تصنيع بقى كتير بقى هندسه، ده انت حامل محطات بخارية، محطات توليد الكهرباء. تمام تمام. الحرارة فيها حتى كمان أفران اللي هي بتاعت الهيت تريتمنت، أفران المعالجة الحرارية. لأن ده طبعاً الديفيجن في درجة الحرارة هو بيأثر جامد. تمام. طيب. ممكن درجة الحرارة في التكييف مثلا في الفندق او الاتوبيس وناخد بيها مستوى الاستمتاع بالرحله زي ما الفندق بيقول لنا. الله ينور الله ينور بشكل كبير. فمفيش ثابت، المقياس ممكن يكون في مكان في موقع او في مشروع درجه حراره مقياس عادي، وفي مكان ثاني ممكن تكون كي بي اي او مؤشر اداء رئيسي. العبره في القياس العادي بالظبط زي اداء الاجهزه. جميل. الحراره بتقول لك والله الاجهزه شغاله كويس ولا لا، حراره العربيه بتقول لك ان الدنيا ماشيه كويس ولا لا، صحيح
لا ما تقوليش بقى على حرارة العربية، يعني ان شاء الله يعني لما تسخن يبقى يوم حلو جميل، ربنا يستر يا رب ما يسخنش عربيات خالص. رطوبة الجو، الموظفين عددهم اللي ممكن يكون، عدد الفنادق المحلية، هل ممكن يكون كي بي اي؟ اتفضل. اتفضل يا باشا. أستاذ عمرو مصطفى اتفضل. السلام عليكم. معاك شركة هندسة. الفنادق المحلية ممكن برضو إن إحنا نشوف فيها الكي بي أي، اللي هي من حيث اللي إحنا نقدر نشوف الخدمات اللي هي بتقدمها الفنادق، من حيث اللي هي الفنادق مثلا الثلاث نجوم الأربع نجوم الحاجات دي كلها. ماشي. لا ممكن نوقف نظرة، لا انا بقول لك عدد يا هندسه، عدد مين العدد الكيان اللي ممكن يخلي، هل ممكن يكون في كيان معين عنده عدد الفنادق المحليه ده كي بي اي مؤشر؟ وزاره السياحه مثلا، وزاره السياحه الدوله، الدوله مش الدوله نفسها تنمي عدد الفنادق المحليه فبتشجع على الاستثمار المحلي، صح كده؟ ممكن برضه فهيبقى بالنسبه لها عدد الفنادق المحليه دي كي بي اي، لان هي عندها مستهدف وتشجيع بقى الاستثمار المحلي والكلام ده كله. معايا؟ ممكن برضه هنا اتفضل. الوزارة لهيئة الحج والعمرة، برضه الوزارات الحج والعمرة برضه ممكن. بالظبط، تزود على الفنادق المحليه، صحيح، الله ينور، تمام. تمام، عدد ساعات العمل، نسبة المحاسبين بالعمالة، عدد الموظفين، كل الحاجات دي يا جماعة هتبقى بالنسبة لنا يعني مقاييس وليس كي بي اي. كم سؤال؟ بالظبط، الفترة الحالية اللي بتوتر أو الأجنبية. ممكن تزيد عدد الساعات ده. ماشي يا جماعة، لو حد عنده سؤال ممكن يقوله، يعني يرفع إيده وأسمعه بدل الكتاب. باشمهندس محمد خالد اتفضل. السلام عليكم يا هندسه. سؤال بس بالنسبه للمقاييس دلوقتي، يعني اللي احنا نقدر نفهمه دلوقتي ان المقاييس دي ليست مؤشر اداء انا بحاول اجري وراءه واعدله، اللهم الا مثلا لو درجه الحراره في مكان معين، وليكن مثلا عندنا مثلا في شغل غرفه فيها وحدات تحكم في مشروع معين، فلازم درجه الحراره انا اتحكم فيها واوصلها لشكل معين علشان هتاثر على حاجه تانية. في الحاله دي هي مش مؤثر خارجي قد ما هي انا معيار لمعايير الاداء بتاعتي في المشروع اللي انا لازم اعليها او انزلها طبقا للي هيحقق عندي نجاح للمشروع والاداء، صح كده؟ تمام، هيبقى مؤشر، يعني ساعتها هيبقى مؤشر اداء بالنسبه لك مش مقياس عادي. يعني بعض المقاييس ممكن تبقى مؤشر اداء في مرحله في وقت معين او في مشروع معين بشكل معين. ايوه بالظبط، ما هو كل اللي بنساله ان ممكن ان هي الطبيعي بتاعها ان هي مقياس، لكن في اماكن معينه من مؤشر اداء. طيب ده يفيدنا في ايه بقى؟ لحظه واحده، نتكلم بقى، نتكلم اداره بقى. يفيدك يا باشمهندس انك ما تسحبش المدير بمقاييس مش مهمه بالنسبه له، وتقعد تعمل له ريبورت في حاجات هو مش مهتم بيها. ايه؟ هي ليست مؤشرات اداء رئيسيه. هو احنا بندرس دلاله، بندرس الكلام بتاعنا ده عشان نفرق ما بين حاجتين، ان المقياس شيء مش هيهتم بيه المدير. ما تقعدش تزود مثلا شيكات اكسل والحاجات دي كلها، هو في الاخر لن يستفيد فيها. انت لازم تلخصه الاول من خلال مؤشرات الاداء الرئيسيه. المديرين اوقاتهم قليله، فلازم الاول يكون يعني تفيده. معهد الكي بي اي بيقول لك ان ينبغي ان الريبورت اللي يتقدم للمدير ما يزيدش عن 25 كي بي اي مهما كان حجم المؤسسه. مهما كان حجم المؤسسه دي، حط اقصى عدد من المؤشرات 25 كي بي اي. لو انا بقى خليه يبص على الجانب المالي وعلى جانب النمو وعلى جانب العماله وعلى جانب الكاستمرز الى اخره، الجوانب المختلفه، ما يزيدش عن 25.
عايز اقول ايه؟ طبعا رقم كبير 25، بس انا بتكلم على مؤسسات كبيره، انا بتكلم على مؤسسات عالميه. تخيل ده كل ما انت صغرت، لا انت ما كنت ليه؟ انت عايز دايما تقلل وقت العرض على المدير، لان الراجل ما عندوش وقت انه يقعد يبص حاجات صغيره وكده. فانا كل اللي انا بشتغله ده علشان ادعم صناعه القرار. فمن ضمن تدعيم صناعه القرار هو اني ما ازعمش الدنيا بالامر. تمام؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نتكلم عن ايه تحديات كيس الادكاست الاداء. يعني ايه اكبر، لو انت النهارده قلت والله انا عايز اغير شركتي واخليها نموذج لقياسات الاداء، وان هي تكون يعني كالتشر بتاعت البرفورمانس ميجرمنت بتاعتي ممتازه ومميزه، ايه اكتر حاجه هتتابع؟ الاحصائيه دي اتعملت سنه 2004 عن طريق كي بي ايز، وقال لك والله احنا عندنا ست يعني مشاكل او تحديات، لو انت يعني العالم كله بيواجه الست تحديات دول، في تحدي منهم هو الاكبر وهو اختيار المؤشر. التحدي الثاني هو تجميع البيانات. اختيار المؤشر 32%، تجميع البيانات 28%، تحديد المستهدف 18%، ان هو يقدر يحدد المستهدف بتاعه اللي عنده مشكله فيه، انه يعمل عمليه تحليل مؤشر 14%، الدوكيومنتيشن او التوثيق 5%، اظهار البيانات 3%. طيب نبدا مع بعض مع اول تحدي، اختيار مؤشر. بصوا يا جماعه، في ناس مكبره دماغها. يعني ايه مكبره دماغها؟ بصوا يا رجاله، انا هروح اشتري مجموعة كي بي ايز، انا شركة انشاءات، هشوف شركات الانشاءات بتشتغل ازاي. دي بيسموها كي بي اي اون شيلف، يعني المفروض ان انا باخد مؤشرات اداء جاهزة. السؤال، اللي بيعمل كده صح ولا غلط وليه؟ انت عملت شركة انشاءات، فرحت شركة، شفت شركة نسمة، شركة بن لادن، شركة درة انشاءات، شركة معمار المرشدي، وتبقى بقى الشركة في مصر او السعودية او في الامارات. السؤال، ينفع اخد الكي بي ايز بتاعتهم واشتغل بيها وليه؟ وليه ينفع وما ينفعش؟ السلام عليكم. عليكم السلام. الله يحييك يا دكتور باشمهندس. هو ما ينفعش. وليه؟ لو جينا لاساس الكي بي اي، هو جاي من فين؟ جاي من الأساس، من الرؤية والرسالة والأهداف. بالزبط. يعني هو خارج من الثلاث الحاجات. فما فيش مؤسسة أو أي شركة حيكون رؤيتها واحدة، أو حيكون رسالتها واحدة، أو حيكون أهدافها واحدة. ده جماعة حجم المنظومة بيختلف. السلام عليكم يا باشمهندس. السلام عليكم يا باشمهندس. أنا معترض مع الباشمهندس. في شركات، كل شركة لها رؤية ولها ميشن وفيجن، وفي شركات متشابهه في الرؤيه، متشابهه في الاهداف، متشابهه في حاجات كتير. يعني مش كل حاجه قاعده زي ما الباشمهندس قال. بس طبيعه العمل والمكان على نفس الطبيعه، نفس الطبيعه. اي خد، خلونا نتفق على حاجه، خلونا نتفق على حاجه. الكي بي اي شوف دي، او ان انت تاخد حاجه لحد شبهك، هتبقى عامل مساعد لا شك. بس انك تاخدها كده على طول، لا مستحيل. ده كلام غلط منك. بالظبط. تمام كده؟ لا نص. لا ده هاخد المفيد. عارفين يا جماعه الكي بي اي مش دي بتعمل لك ايه؟ بتعمل بس ايه؟ برين ستورمنج، عصف ذهني بالنسبه لك. بنقعد بناخد بنوسع مداركنا شويه. في حاجه معينه، هدف معين مش عارفين نقيسه، فنلاقي في شركه ثانيه قاسته باداه معينه احنا عجبتنا. تمام. زي كده الموقع اللي انا شيرته لكم، كي بي اي لايبرري. بس في هنا، في حاجه هنا، نقطه. احنا لو جينا ناخذ الكي بي اي بتاع الشركه الثانيه، احنا كل ما حققنا الكي بي اي بتاعهم، يعني احنا بنساعدهم على النجاح، هم مش احنا. لا بالعكس، انت بتنجح نفسك. انا اتكلم عن، قلت ان في نفس المكان وفي نفس البيئه. بالظبط.
بالظبط، نفس البيئه ونفس العوامل ونفس الاشخاص ونفس الكالتشرز موجوده، انت اللي تعمل ابديت لنفسك وتطور من نفسك. بس انت بتساعدهم على تحقيق الكي بي اي بتاعهم. انت استفدت من الصح اللي عندهم وطورت منه. الكلام عند البشمهندس، انا مش عارف. انا شغال على استراتيجيه وبعمل كده. نعم، كنت اتكلم معك يا باشمهندس. تفضل. ما سمعتش، كنت خربت معلش. تفضل. احنا كنا اللي نتكلم عليه انه لو اخذنا كي بي اي من اون شيلف او من الكي بي اي ليبراري، يعني حي هذا صحيح او لا؟ يعني هذا شيء كويس للمنظمه والمؤسسه؟ جميل. اتفقنا انه مش صحيح. النقاش بيني وبين البشمهندس الزميل اللي كان موجود في الجروب انه ده حاجه كويسه وده علشان يحقق اهداف ورؤيه ورساله المنظمه. فكان كلامي انا واضح، يعني انه حتى احنا لو اخذنا الكي بي اي وكانت الظروف واحده للمؤسستين او الشركتين او المنظمتين، في الاول والاخير انا لما اخذ من بتاعهم بدون ما اغير في الكي بي اي نفسه، انا بالتالي احقق الكي بي اي الخاصه بهم. صحيح صحيح. حقيقة اهدافهم هم مش اهدافي انا. ايوه هي القصه كده بالظبط. الشيء تمام. فده كان التطور يعني. اما اذا طورت انا الكي بي اي نفسه هنا حيختلف، لانه القياس حيختلف ووصول للرسالة حيتغير، يعني في طرق مختلفة يعني. جميل. بصوا يا جماعة، احنا من مؤسسات بنقيس ايه؟ بنقيس اهداف، بنقيس اجراءات، بنقيس افراد، بنقيس حاجة اسمها ممكنات او ريسورسز موجودة. تخيل انت كل ده عايز يبقى متشابه مع مؤسسة تانية، يعني عايز اقول لك ان التشابه بينه بقى مستحيل. غير كده احنا يا جماعة ما بنبنيش الدور، ما بنبنيش عمارة من الدور الرابع ونرجع نجيبها للاول. لازم نبني الاساس الاول ونطلع بيه دور الاول دور ثاني دور ثالث. فالاساس هو الرؤيه والرساله، والرؤيه والرساله هو اللي انت عايزه من مؤسستك او اللي اصحاب المكان عايزينه. بعدها نبدا ننطلق ونشوف اهدافنا، ومن الاهداف نشوف بقى الباقي كده ونشيل دي هتحقق الاهداف دي ولا مش هتحققها، طب في مؤشرات ثانيه ممكن تحققها ولا لا. تمام. من ضمن بعض النقط اختيار مؤشر الاداء الرئيسي ان انا اختار المؤشر الاهم. يعني مثلا لجنة التدريب في احد النقابات، نقابه من النقابات، مؤشر يعني عندها حته العائد، اذا كان مثلا دوره تدريبيه بتجيب عائد ليس مؤشر هام، هناك مؤشر اهم زي نسبه رضا المتدربين. انا كنقابه اهم اهدافي هو مهندس محمد، الصوت فصل، في اي مشكله؟ سامعني؟ انا دلوقتي سامع، لكن يعني من دقيقه بس ما كانش في صوت. طيب تمام. كنت بتكلم عن لجنه التدريب احدى النقابات ان انا بختار المؤشر الاهم، هدفها الرئيسي هو خدمه الناس، فيبقى طبعا مؤشر نسبه الرضا المتدربين اهم من مؤشر ثاني زي عائد النقابه بالدوره، ممكن ما اعتبروش اصلا من الكي بي اي، اعتبره من المقاييس العاديه. سؤالي بقى حضراتكم ده سؤال مهم قوي. تخيلوا يا جماعه مؤسسه بقى لها 25 سنه حاطه نفس المؤشرات وبتشتغل بيها. اسمع منكم بقى، اسمع منكم. حد كده ايه يقول لي الكلام ده صح ولا غلط؟ يا باشمهندس الناس يعني ثابتين في مواقفنا يعني وكده. اتفضل يا باشا. طبعا يا هندسه، زي ما حضرتك قلت وتفضلت ان لازم دايما ان المؤسسه بتواكب كل الاحداث اللي بتتغير حواليها، سواء ستيك هولدر تغيروا، سواء احداث اقتصاديه في العالم اتغيرت. طبعا لازم يبقى في تغيير، زي ما حضرتك قلت ان احنا بنعمل احيانا انيشيتيف عشان نغير ونواكب ونعدل ونطور. فاكيد يعني لو بقى لها 25 سنه يبقى لازم لها مع الوقت تغيير. يعني السؤال هل يعني مثلا النظام من 25 سنه نفس نظام الاوتوميشن بتاعك اللي هو اللي موجود او
او انت الايميلات كانت موجوده من 25 سنه؟ هل البرامج الخاصه كانت موجوده من 25 سنه؟ انت ظهرت طبعا هتتغير كوميونيكيشن تولز هتتغير والتكنولوجيا الجديده بتتغير والستيك هولدر بتوع المؤسسه بيتغيروا مع الوقت، فطبيعي لازم يتم في تغيير. بالظبط. اذا يا جماعه انا عايز اقول لكم على يعني بيتر دراكر ده احد علماء الاداره بيقول لك ايه؟ بيقول لك ينبغي على كل مؤسسه ان كل 6 شهور تراجع مسلمه من مسلماتها، مش تراجع كي بي اي، تراجع حاجه هم حافظينها يعني حاجه مسلم بيها، تقعد وتشوف هل فعلا المسلم صح، يعني هل فعلا الكلام اللي بيقول ده صح ولا غلط. يعني مثلا مسلمه من مسلمات مثلا في العرض والطلب، مسلمه من مسلمات ان احنا بننزل منتجات مع بعض، مسلمه من مسلمات يعني مسلمه ايه؟ يقول لك كل 6 شهور لازم تقعد تراجعها. عشان تطور تغيير، انت عايز مؤشر اداء رئيسي بتقيس بنجاحك، هل ده المؤشر موجود ولا لا؟ فهنا مهمه قوي يا جماعه الحته دي، ان ما ينفعش يكون مؤسسه تقعد فتره كبيره جدا جدا، لان هيحصل تغيرات في الاجراءات، تغيرات في الاهداف، تغيرات في الريسورسز بتاعتك، تغيرات في السوق، وضعك في السوق بتاعك. طيب نضرب مثال بقى بالكورونا، وما ادراك ما الكورونا. يعني انا بتكلم عن 25 سنه، لا انا مش هتكلم عن 25 سنه، انا هتكلم عن 6 شهور. في فتره الكورونا بس حصل حاجه غريبه جدا، مؤسسات عجبها الوضع اللي حصل، كل واحد يشتغل من بيته. يا سلام، بعد ما كانت المؤسسه دي شد قوي على انتظام الحضور، اصبح الحضور ده كان بيكلفني مواصلات، كان بيكلفني وكان بيكلفني الى اخره. فبعد كده بدا افكر ان هناك بعض المهن لا يتطلب حضور. طبعا في مهن مستحيل ان انا اشتغلها اونلاين، يعني لو حد بيبني مكان او مثلا صيانه حاجه، لا ده صعب. فمع الكورونا في اهداف زادت اهميتها، وبالتالي مؤشرات الاداء بتاعتها هتختلف. زي ايه مثلا؟ النهارده لما بقينا كلنا بنشتغل على الانترنت، الانترنت بتاعي ضعيف وعامل لنا مشاكل، او النهارده الضغط بتاع المباراه، فقال لك زياده ايه؟ قوه شبكه. حصل زياده في الاهداف وبقت مهمه. خلاص انا هوقف المحاضره كده، لان واضح ان الدنيا مش تمام، وهنشوف بقى نظبط الدنيا تمام. احنا كنا وقفنا عند النقطه بتاعت اللي هي الجزء الاول، اللي هو اول سبب من الاسباب اللي في الاختيار، وكنا بنتكلم عن الكورونا وعن الانترنت، يعني الانترنت عمل عمله معانا.